هنبتدي مع بعض شابتر الكورنيا. احنا قلنا في شابتر السكليرة ان الاي كرة العين لما بنقسمها كده ونشوف الطبقات بتاعتها من بره لجوه، اكتر طبقة هتبقى بره اسمها الفايبروسكوت، ودي بتتكون من الطبقة اللي قدام خالص، الحتة اللي قدام انتيرير 1/6، ودي بيبقى اسمها كورنيا، والبوستيريور 5/6 دي بيبقى اسمها سكليرة او الصلبة بتاعة العين. طيب الكورنيا او الانتيرير 1/6 من الفايبروسكوت دي هي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. الكورنيا دي بتبقى كيرفد، تاني حاجة بتبقى ترانسبيرنت، بتبقى كلير خالص، لان الفايبرز اللي بتكونها بتكون ماشية ببرل لبعضها، ما بيكونش فيها اي اوباسيفيكيشن طبعا، لان دي المنطقة اللي احنا هنشوف من خلالها الضوء اصلا هيخش لنا منها، فبتبقى ترانسبيرنت خالص، وبتبقى لاستر فيها something of، يعني بيبقى بتلمع شوية. كمان الثيكنس بتاعها بتبقى رفيعه جدا سنترالي، علشان دي برضو الحته اللي هنشوف منها، بتبقى 5/10 ملليمتر، وكل ما بنمشي بريفرال كل ما بتبقى جيت سيكر اكتر لحد ما بتبقى 1 ملليمتر. الريفراكتيف باور بتاعتها او الفوكسنج باور او القوه بتاعه العدسه بتاعه القرنيه بتبقى 42 دايوبتر، والدايوبتر ده اللي بيقيس قوه العدسه بتاعه العين. المفروض زي ما احنا شايفين كده الكوره المنقطه دي عندنا، دي الكورنيا المفروض تبقى كرويه الشكل، يعني الدايمتر بتاعها المفروض هوريزونتالي يبقى 12 ملم وفيرتيكالي برضو 12 ملم، لكن عندنا في الكتاب مدقق شويه وقايل ان فيرتيكالي بتبقى 11 ملم. ليه بتبقى 11 ملم؟ لان الكورنيا متغطيه شويه من فوق ومن تحت بطبقه الكونجنكتيفا. وزي ما احنا شايفين اهو، دي الطبقة الجراي اللي بره خالص اللي اسمها الفايبرس كوت، بتتكون من سكليرا وكورنيا. ادي الكورنيا انتير 1/6، وادي السكليرا باقي اللفة. دي عندي اسمها الايريس اللي هي بتحدد لون العين، الناس بيبقى لونها بني اخضر، دي اللي بتدي لون العين. وبعد كده هتكمل اللفة بحاجة اسمها الكورويد، دي اللي فيها الفيزلز بلود فيزلز بتاعت العين، ودي الطبقة اللي في النص اللي اسمها الفاسكر لاير. بعد كده دي اللينس اللي هي العدسة بتاعت العين، يبقى كده الكورنيا هتوريني تحتها الايريس، تحتها اللينس، دي الطبقة اللي جوه خالص اسمها طبقة الريتنا، واللي ليها شابتر كامل لوحدها. يبقى عندي فايبرس كوت، طبقة الكرويد اللي في النص، وبعد كده طبقة النيرف او طبقة الريتنا. انا عندي العين مقسومة لحتتين، دي اسمها الانتيرير كومبارتمنت ودي اسمها البوستيرير كومبارتمنت. البوستيرير كومبارتمنت ده بيبقى فيه حاجه اسمها فيتروس هيومر، اما الانتيرير كومبارتمنت ده اللي هو بيبقى ما بين القرنيه واللينس، ده بيبقى فيه حاجه اسمها الاكيوس هيومر. قدام الكورنيا بيبقى فيه حاجه اسمها التير فيلم، دي الحته دي اسمها الليمبس اللي بتفصل ما بين الكورنيا والسكليرا، وزي ما احنا شايفين هنا في بلود فيزلز اهي، دي اسمها الليمبال فيزلز. ومن هنا بقى هنعرف ايه هو البلود فيزلز اللي بتغذي الكورنيا. الكورنيا بتبقى افاسكولار ليه؟ لان نتخيل كده مع بعض، لو الكورنيا كان ماشي فيها بلود فيزلز بتغذيها، طبعا اكيد مش هتبقى ترانسبيرنت، مش هتبقى شفافه، لان اصلا الدم لونه احمر، فعلشان كده ربنا عمل الكورنيا شفافه ترانسبيرنت وافاسكولار. طيب من هنا بقى هنقول الكورنيا دي بتتغذى من ثلاث حاجات. اول حاجه طبقه فلويد موجوده قدامها اللي هي التير فيلم، بنسميها بري كورنيال تير فيلم، وبعد كده طبقه فلويد برضو بس موجوده وراها بنسميها الاكيوس هيومر اللي موجود في الانتيرير تشامبر، بعد كده شويه كابيلاريز موجوده على الليمبس اللي متلون بالاحمر، الدايره الحمراء دي بيبقى مكانها بالظبط زي ما انا وريت لكم قبل كده، دي اسمها السيركم كورنيال. سيركم كورنيال يعني ايه؟ يعني واخد الكورنيا محددها كده، دي بتتغذى بالليمبال كابيلاريز. يبقى كده الكورنيا بتاخد النيوتريشن بتاعها من ثلاث حاجات، فلويد قدامها اسمه التير فيلم، فلويد وراها اسمه الاكيوس هيومر، وكابيلاريز محدداها اسمها السيركم كورنيال ليمبال كابيلاريز. بعد كده النيرف سبلاي بتاع الكورنيا، النيرف سبلاي بتاع الكورنيا اساسي طالع من الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف احنا زي ما احنا عارفين ان هو بيطلع منه ثلاثه ترانكس او ثلاثه برانشز كبار، هم الاوفسالميك بارت او الاوفسالميك برانش والماكسيلاري والمانديبولار برانش زي ما احنا شايفين. طيب الاوفسالميك برانش ده هيطلع منه نيرف اسمه النيزوسيلياري نيرف، والنيزوسيلياري نيرف ده هيطلع لي 2 لونج سيلياري نيرفز، ودول بيبقوا المين بلود سبلاي بتاع الكورنيا، التو لونج سيلياري نيرفز. بعد كده في شويه نيرفات بيسراوندنج الكونجنكتيف، ودول هنشوفهم بالظبط في شابتر الكونجنكتيف. بس انا كده عايزه اعرف ان النيرف سبلاي بتاع الكورنيا واخد من التو لونج سيلياري نيرفز. بعد كده هنشوف الهيستولوجي بتاع طبقات الكورنيا.
اول طبقه من طبقات الكورنيا من بره خالص، الطبقه اللي باللون الاحمر عندنا دي طبقه الابيسيليوم. طبقه الابيسيليوم دي بتتكون من 5 لـ6 صفوف من السيلز اللي نوعها ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد ابيسيليوم. طبعا نون كيراتينايزد ليه؟ لان طبعا لو كانت كيراتينايزد هتبقى اوبيك ومش هتبقى شفافه او ترانسبيرنت. الطبقه بتاعه الابيسيليوم دي لو حصل فيها اي مثلا سكراتشز، خربشه، اي تعويره مثلا فيها، سهل جدا ان يحصل لها ريجينريشن تاني وترجع زي ما هي. تحت الابيسيليوم عندي حاجه اسمها البومنز ميمبرين، ده حاجه كلير الاستيك وستراكشرز ميمبرين، يعني حتى مش بيكون من صفوف من خلايا، لا ده ميمبرين رفيع خالص بيبقى الاستيك تحت الابيسيليوم. الميمبرين ده لو حصل فيه ديستراكشن مش هيعمل ريجينريشن تاني ابدا. تحت البومنز ميمبرين عندي اكبر طبقه، هي طبقه الاستروما اللي متلونه باللبني زي ما احنا شايفين كده، واخده معظم السكنس، لان هي بتتكون من 100 لـ150 طبقه من الكولاجين فايبرلز. الكولاجين فايبرلز دي بتبقى لاميلي طبقات كده ماشيه بارلل تو ايتش اذر. وليه بارلل؟ علشان تحافظ على الترانسبيرنسي او الكلاريتي بتاع طبقه الكورنيا. تحت الاستروما عندي ممبرين تاني اسمه الديسمنس ممبرين، وده برضو إلاستيك ممبرين، بس فرقه عن البومنز ممبرين ان هو لو حصله ديستراكشن ينفع يعمل تاني ريجينريشن. يبقى كده الاستروما، فوقيها بومنز ممبرين، وتحتيها الديسمنس ممبرين. اخر طبقة خالص اللي هتقفلي طبقات الكورنيا اسمها الاندوسيليوم، وده عبارة عن طبقة واحدة بس من فلات سيلز او هكساجونال فلات سيلز. دي طبعا بتبقى تحت الديزمنس ممبرين على طول، وده الاندوسيليوم بيبقى مسؤول عن الدي هيدريشن بتاع الكورنيا. الاندوسيليوم هنا بيبقى على طول في وشه كده من جوه الاكيوس هيومر اللي بيغذي الكورنيا، فهو اللي مسؤول عن الدي هيدريشن بتاع الكورنيا. يبقى انا كده ببساطه عندي ابيسيليوم وستروما واندوسيليوم، والستروما دي فوقيها بومنز ممبرين وتحتيها ديزمنس ممبرين. بعد كده بقى ندخل في الامراض بتاعه الكورنيا، واول مرض عندي في اي حاجه بيكون انفلاميشن. انفلاميشن الكورنيا بنسميها كيراتايتس. الانفلاميشن ده عندي هنقسمه لحاجتين، ulcerative ونون ulcerative. هنبتدي الاول بالنون ulcerative كيراتايتس. يعني ايه نون ulcerative؟ نون ulcerative هنا يعني الانفلاميشن او الالتهاب ده موجود في الاستروما بتاع الكورنيا بس، ما مسش الابيسيليوم، ما فيش اي ديستراكشن ولا في اي حاجه في الابيسيليوم. ده الابيسيليوم ده بيكون انتكت، والاستروما بس اللي بيبقى فيها انفلاميشن وبيروح من غير ما يسيب اي بيرمننت اوباسيتي. يبقى كده نون ulcerative keratitis يعني ده انفلاميشن بيحصل في طبقه الاستروما بتاعه الكورنيا وسايب انتكت ابيسيليوم، الابيسيليوم ما حصلوش اي نوع من انواع الديستراكشن. طيب هنقسمه بقى لثلاث حاجات، superficial وinterstitial وديب keratitis. التقسيمه دي على حسب ايه؟ على حسب ان الاستروما دي طبقه كبيره جدا بتتكون من 100 لـ150 لملي او طبقات، فالانفلاميشن لو جه في سمك الطبقات دي superficial، لو جه في الحته superficial من الطبقات دي هنسميها superficial keratitis، الحته اللي في النص interstitial keratitis، والحته اللي ديب خالص deep keratitis. قال لي بس مثاليا في superficial keratitis ان ممكن superficial keratitis ده يجي في شكل نقطه يبقى بانكتيت، او يجي في شكل بنص. بنص يعني هلال كده او نص قوس، هنشوفها مع بعض في الصوره اللي جايه. هو ده البنص كده، بنشوفه كتير جدا مع الحالات اللي هتجيلكوا، بترفعوا جفن العين اللي فوق كده بتلاقي فيه هلال كده في اول القرنيه خالص، عامل فيها اوباسيفيكيشن شويه. البنص ده بيجي من انواع انفلاميشن زي التراكوما، زي الفينكتينيور، زي الليبروتيك، وده هنعرفه بالتفصيل جدا في الشباتر اللي جاي. ده منظر الانترستيشال كيراتايتس، قلنا ده بيروح على طول بعد ما الانفلاميشن بتاع الاستروما يروح وسايب انتكت ابيسيليوم. تقسيمه النون ulcerative keratitis دي يا ولاد مهمه جدا جدا جدا، وبتيجي في الامتحان، وللاسف لما بنذاكر الشابتر بتكون اتنست من هيافتها يعني، فتكتبوا عليها سؤال امتحان تذاكروها كويس قوي تاخدوا بالكم منها. ندخل بقى في النوع التاني اللي هو الالسرتيف كيراتايتس. الالسرتيف كيراتايتس هنا يعني الانفلاميشن بيعمل ديستراكشن للاستروما وكمان الابيسيليوم اللي فوقيها، يعني عملت ألسر دمرت الإبيسيليوم والستروما اللي تحته. الكلاسيفيكيشن بتاعت الألسرتيف كيراتايتس دي هتتقسم معايا لحاجتين، علشان نفهمهم كويس عايزين بس نتفق على وجود حاجة اسمها الكونجنكتايفا. الكونجنكتايفا دي طبقة كده عاملة زي الميوكس ممبرين اللي بتبطن جفن العين من جوه، وبعدين تقوم مقلوبة ومبطنة الكورة العين نفسها من قدام. طبعا مش بتبطن كورة العين كلها، بس بتبطن جزء منها من فوق وجزء منها من تحت. سو احنا دلوقتي لما هنقفل عينينا، طبقة الكونجنكتايفا دي اللي مبطنة الأوليد من جوه هتلمس طبقة الكورنيا، وكمان اصلا طبقة الكورنيا عليها من فوق من تحت من غطياها طبقة كونجنكتايفا. فأي
حاجة هتحصل للكونجنكتايفا دي هتعدي الكورنيا. اي انفلاميشن هيحصل في الكونجنكتايفا دي اللي هو بيبقى اسمه كونجنكتايفايتس هيعدي طبقة الكورنيا، لان انا كل شوية بغمض وفتح بلمس الكونجنكتايفا دي في الكورنيا، وكمان الكورنيا متغطية من فوق ومن تحت بالكونجنكتايفا. علشان كده تقسيمة الالسرتيف كيراتايتس هتبقى حاجة من اتنين، يا اما برايمري الالسرتيف كيراتايتس، ودي بتبقى الكورنيا برايمرلي حصل فيها الالسرتيف كيراتايتس انفلاميشن من غير ما تتعدى من كونجنكتايفا. اما السكندري كورنيال ألسر او الالسرتيف كيراتايتس دي بتبقى سكندري او معدية من الكونجنكتايفايتس. يبقى السكندري كورنيال ألسر دي القرنية بتبقى معدية من inflammation الكونجنكتايفا. والأمثلة اللي عندكم في الكتاب طبعا الأمثلة دي أصلا شابتر الكونجنكتايفا اللي هيتحفظ صم، فمفيش داعي ان احنا نفضل نحفظ فيهم لان دي أصلا هتبقى بديهيات عندنا في شابتر الكونجنكتايفا. اللي عايزين بقى نطلع منه من شابتر الكورنيا هنا هو البرايمري كورنيال ألسر، الألسر البرايمري اللي بتحصل في الكورنيا من غير اما تبقى complication او معدية من الكونجنكتايفا. يا اما بتبقى بسبب مايكروبيال بكتيريا فيرال فانجل او حتى بروتوزوا، يا اما بتبقى نون مايكروبيال بسبب حاجات غير الانفكشن. وده سؤال بيجي انيوميريت كتير جدا، انا عندي اكسبوجر كيراتايتس وعندي تروماتيك نيوروباثيك وكيراتو ماليشيا اسيروماتس والرجيك اوتو ايميون، ده مجرد انيوميريت لا ناخدها بالتفصيل بعد كده، بس كانيوميريت بيجي سؤال كتير جدا. يبقى انا كده فهمت كويس قوي الاناتومي بالهيستولوجي بالنيرفات والفيزلز بتاعه الكورنيا، وفهمت سكيمه الامراض هتمشي معايا ازاي. اول مرض عندي انفلاميشن، والانفلاميشن ده بيتقسم لالسرتيف ونون السرتيف، والالسرتيف ده عندي برايمري وسكندري، والبرايمري ده هو اللي انا هطول فيه شويه الفيديو الجاي. سبسكرايب بقى علشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده، ولو في اي حاجه عايزينها قولوها لي في الديسكريبشن بوكس او حتى على البوست بتاعكم في الجروب.